هو رأي احنا هذا قلناه، قلنا رأي الأيادي الموساد ليست بعيد عن اغتيال هذا، وانا نحب نثير انتباهك وانتباه المشاهدين اليوم والمستمعين اليوم. اي المستمعين انه ثم تحقيق نزل في احدى الجرائد اليوم في تونس حول الأيادي الخفية لمنظمة ما نشبوها اللي هي بلاك ووتر في تونس، اللي تقوم بانتدابات طلايع الأمن اللي صرفنا عليها من أموال الضرائب التونسية باش نكونوها خدمة لأمن واستقرار أمن وتونس، نوليو يستقطبونا فيها وهذا الكل يوحي بالمناخ العام الموجود في بلادنا، أن بلادنا مخترقة اليوم، هذا يجب أن نقر به، وأنه في هذايا تنجم تحصل الكوارث، واحدة منهم اغتيال الشهيد محمد الزواري على أيدي عصابات الإجرام الصهيوني ممثلة في جهاز استخباراتهم اللي هو الموساد. هو أمر خطير يتعلق بأمن تونس واستقرارها، يتعلق باختراقات ماهيش مقبولة. احنا مو ديما يحكيون على منطق استمرار الدولة، بقطع النظر على سيلوت إبراهيم كان موجود ولا مش موجود، هو اليوم يتحمل مسؤولية وزارة الداخلية، وبهذا المعنى المساءلة واجبة.